زمان كنا كنمشيو كنشريو القهوه، كنشريو القهوه ما كنعرفوش شنو كاينه فيها. دابا الحمد لله كنمشي للكوار دابا نشريو القهوه ونعرفو اش من قهوه شربنا، اش من دوله شربنا. والاحساس جميل لما كتشرب كل مره كتذوق واحد القهوه ماشي بلاد. كيف كتعرفو هنا مثلا غنبداو بفيتنام، يعني اليدين الفيتناميين اللي قطفوا داك الحب او داك الكارز نتاع القهوه وغسلوه ونشفوه عاد وصل هنا ووصل قهوه خضراء وحمزه هنا اللي المغاربه وغتحل لكم وغتوجد لكم وغتشربوها. يعني خصكم تعرفوا بان القهوه باش توصل لكسميتو الغلايه ديالكم او باش تحطوها في الفلتر راه داز بزاف ديال المراحل. انا دائما كنتخيل هذه المراحل اللي كدوزها القهوه باش توصل لنا وباش تشربوها. دابا مثلا غنختاروا هندوراس. هندوراس كيف تعرفوا راه واحد الجزيره موجوده. ها هي اختاروا اليوم هندوراس. انا حاولنا كنفتشوا القهوه من تما. دابا نشربوا القهوه جايه من هندوراس وشوفوا معايا يعني تخيلوا معايا شحال ديال المراحل دايز هاد القهوه. هاد البول اللي ولا دابا هكذا وكيف كان خضر او كيف كتشوفوا المراحل نتاع التحميص ديالو يكون هكذا يتحمص باش يوصل لهاد الدرجه. دابا ما شاء الله الريحه ديالها واحد الريحه، كل قهوه كتختلف على الاخرى. كنجيو هنا عند كوفي اوميزا كنختاروا الكميه اللي بغينا، كنجيو نعمل سيدي كنحطو الفلوس ديالي هنا وكناخذوا الكميه يعني ابتداء من 125 غرام الكيلو وطلع الفوق. يمكن لكم تجربوا مثلا تاخذوا من كل قهوه تاخذوا منها شويه. والشيء الجميل يعني لما كنشوفوا الالات يعني اخر ما كاين في السوق من الالات اللي كتطحن القهوه كتعرفوا هذا الماركرنيش. دابا غنفتح ليها القهوه نزلت معايا مطحونه وسخونه ما شاء الله كتشم الموس هو شم. هادو انا هزا معايا اليوم كيف ما قلت لكم اختاريت الهندوراس وشوفوا شحال من دوله هنا والميلونج كيكون فيه مثلا دول اخرين كما حاليا كاين عندنا اثيوبيا نيكاراغوا اوغندا هندوراس كولومبيا برازيل فيتنام. او الا بغيتو يدير لكم الميلونج يخلطها لكم هادشي كاع غنحطو هنا هنا هادشي كاع في طنجة في الطريق اللي كيدير السينما الروكسي. مرحبا بكم عند اوميزا كوفي جالاري. اديوس.